احنا الان مجتمعين بصدد هاد الاخوان والاخوات كلهم جمعيات المجتمع المدني وعماله مقاطعات اخرى. احنا بصدد تهيئ واحد الحفله تشجيعيه ان شاء الله اللي غادي نمشيو نقلوا فيها المدينه الطيبه امام السفاره التونسيه بالتمديد للاعمال الشنيع اللي داروا الرئيس ديال تونس. الامل اللي ما اللي كنمدوا به ملكا وحكومه وشعبا اللي ما كنستنكروه. الشعب المغربي كيستنكر من الصغير حتى الكبير، ما فهمناش هذا القرار اللي باش يتاخذوا. والغريب في الامر وهو انه هذاك الرئيس الوهمي ديال هذيك الجمهوريه المزعومه كان استقبال خاص ليه في طابي روج بحال الا داخل السينما المهرجان، الرؤساء الافارقه الاخرين ما كانش استقبل من عنده هوايا تقريبا، كلشي استقبلوهم غير الوزراء ديالو. علاش؟ اشنو بغى يوصل؟ اش من رساله بغى يوصلها للشعب المغربي او لسيدنا الله ينصره؟ هذا بغينا نقول ليه بان الشعب المغربي التونسي راه عندهم تاريخ عريق، ايامات المرحوم بورقيبه وحسن الثاني شعباني، اخوه بالمنسوبيه مناسبين، اصدقاء في فرنسا في ايطاليا في الدول المهجر كلهم اصدقاء المغاربه والتوانسه، راه اخوه. راه ما غاديش تجي انت وغادي دير الشوشاره. وما تنساش نهار اللي مشى سيدنا عندكم الارهاب كيدور بوحدو بلا حراسه بلا والو باش يبين لك ان الشعب المغربي قادر انه يفدي بالدم ديالو للشعب التونسي. وايام كورونا سيدنا الله ينصرو وقف المستشفى الميداني باش يساعد تونس ويساعد الشعب، باش يساعدك انت بالضبط، يساعد الشعب التونسي ديال الاخ الاخوه ديالنا. وهذا الشيء ما بانش لك، ما حجنش لك بين عيني. اشنو العسكر غرك بالفلوس باش انه يعطيك؟ كنعرفوا ان تونس ما عندهاش موارد، ما عندهاش انتاجات، ما عندهاش، هي الله يكون في العوان. لكن راه خوتك راه المغاربه راه يساعدوك فاش ما. والساده اسمحي لي لقطعتك، حتى اقتصاديا المغرب عاون تونس من خلال انشاء بنوك استثمارات. فوالا انشاء المغرب طبعا، لان التجاري وفا بنك راه في تونس تقريبا، راه هي اللي هي الرقم الاول اللي تمايا في تونس. دونك المغرب ما كيبخلش، المغرب كيعطي سيدنا الله ينصرو، ما كيبخلش حتى شي حد الا كان في ازمه. الاقتصاد كل شيء، الوارد كل شيء كيدوز من المغرب باش يمشي لتونس. على ذكر البنك التجاري كيشغل تقريبا اكثر من 150 الف تونسي. هو هذوك الناس دابا اللي غادي التجاري وفا بنك تهز رحيلها وتخرج من تونس، فين غيمشيو هذوك الناس؟ فين غيخدموا؟ ها انت درت عقلتي 150 واحد، ولا شوف شحال اللي خدامين في التجاري هما غادي يجلسوا من غدا غيصبحوا جالسين. علاش؟ باش المهم هذاك الشيء العمل اللي درتي، الخبايا اللي موراها احنا ما غاديش نتدخلوا فيها. المهم درتي العمل اللي دار كنستنكروه المغاربه كامل. وهذا المؤتمر يعني الدول اللي كاينين الرؤساء حتى هما كيستنكروا هادشي، لان المغرب راه بوابه افريقيا. ملي ما حاضرش المغرب في هذا المؤتمر سي كوا؟ راه المؤتمر ما والو، راه المغرب راه كلشي كيدخل من المغرب كيدخل للناس الافريقيه، راه هو اللي الحدود ديال اوروبا هو المغرب. اذا اشنو كنتظر من هذا الشيء؟ المغرب خط احمر، المغرب خط احمر، المالك خط احمر، اللي طفل على المغرب واللي دار شي اعمال شنيعه اللي ما كتعجبش المغرب. وهذا كنستنكروه وكنديروه في اللائحه السوداء. حنا الشعب التونسي خوتنا، ولكن ما وراء السياسه ديالكم واش بغيتو ديروا، راه لا اله الا محمد رسول الله. وكنزيد نشدد الولاء ديالي لسيدنا الله ينصرو، الله الوطن الملك والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. استاذه واش ما كتظنيش بان الخطوه هذه الغير محسوبه لقيس سعيد، ما يمكنش ان استاذ جامعي يفكر في العواقب ديالها او النتائج ديالها اللي هي غتضر بالاساس بالشعب التونسي اللي هما الاخوان ديالنا؟ هو كيفكر نفسه. علاش؟ هو كيخطط للنظام العسكري باغي يديرو في بلاده.
باغي يدير النظام ديال الجيران، لان نظام الكبرانات، نظام الكبرانات باغي يبقى هو دائما في السلطه، وغادي يدير باش الناس الكبرانات هما اللي غيحكموا، هو غير في الواجهه كما دايرين جيرانه. هذا هو اللي كيخطط عليه، هو ما عنده حتى علاقه بالسياسه، هو غير كي استاذ جامعي واش كيدير، ما حتى الهضره ما كيهضرش. المهم انا ما غندخلوش في الخصوصيات ديالو واش شغلنا فيه، ولكن هذا الشيء اللي دار لا علاقه به. الجزائر كتمولو صيفري، كتعطيه الفلوس، الا ما دارش هذا الشيء راه غادي يقطعوا عليه داك الشيء. على ذكر الجزائر كتمولو، واش ما قلتونيش ان اللغز ديال 300 مليون دولار تكشف الان؟ فوالا تكشف، ومازال غادي تكشف حوايج اخرين، مازال غادي تكشفوا حوايج اخرين. حتى امريكا داك التمويل اللي كتعطيهم راه قالوا لهم وقفاته، هو 500 مليون دولار التمويل، وبغاتو يشوفوا الان خصهم يمشي يشوفوا يدير باش يدير الانتخابات الرئاسيه. هما كياكدوا على امريكا انه الانتخابات خصها تكون على الرئاسه، خصها تكون على طريق الانتخابات، ما يديرش هذا الشيء اللي دايره الجاره ديالو. وكنتمنى ان الرساله تكون وصلت لهم، وبان الشعب المغربي راه ما راضيش على هذا الشيء اللي وقع، والصحراء في المغرب، المغرب في صحراء ايه، رانا ما غنتخلاوش على واخا يطير وينزل، ديروا اللي داروا، حنا رانا قادرين هذا الشيء اللي كيدير. وراه هو يخلع العلاقه، غادي العلاقه تولات شويه متوطه مع التونسيين، وحنا كانوا خوتنا وحبابنا، وكنتمناو ان هذا الشيء يتفاوض ويرجع للصواب ديالو الى القمر، الى قدر ما يلقى ما يرجع. رسالة للشعب التونسي أستاذة. رسالة للشعب التونسي، كنتم خوتنا حبابنا مناسبين، مناسبين لبلادنا، عندنا زمالة، عندنا صداقة في المغرب وخارج المغرب. الإخوان ديالنا كيحبوكم، حنا كنحبوكم، وأنتم كتحبونا. وكنتمناو أن هذا الرئيس ديالكم اللي دار هذا العمل يراجع أوراقه. انتوما راه عندكم كلمه تقدروا تنوضوا، تنوضوا ديروا شي حاجه الا قدرتوا، ما قدرتوش واخا غير كتابيا. المهم حنا كنحبكم، انتوما كتحبونا، وكنتمنى لكم مسيره موفقه ان شاء الله مع هذا الرئيس. العويله محمد، رئيس جمعيه الدول الخمس المدينه القديمه. كما لاحظتوا ولاحظ العالم الغبره او كنقولوا الطعنه او الطعنه اللي وجه الرئيس التونسي، وجه الشعب المغربي، ووجهها بالاخص صاحب الجلاله نصر الله محمد السادس. غنذكرو الوقت اللي كانت تونس امس الحاج الامن واستقرار الامن ديالها، كان ملكا اسمه محمد السادس، يعني الزياره ديالو الشقيقه الشعب التونسي، وزارها، وزار اسواقها، وزار المنتجعات ديالها، وزار تونس على رجليه، كل الاماكن على رجليه، حتى الامن اللي كان متوفر، الحرس الخاص لسيدنا كان قليل. الوقت اللي كانت تونس صعيب يتنقل ليها مواطن، تعدى شي مواطن غربي كان كيقدر يمشي لتونس في ذاك اللحظه. صحيح. وما غنمنوش على الشعب التونسي في الوقت ديال كورونا، في وقت الازمه، هذو كيبقاو اخوان ديالنا، وما كاينش واحد كيمنن على الاهل. حنا الحمد لله ما كنخلطوش ما بين القرار الرئاسي وما بين الشعب التونسي. باش تكون كنشوفوا الخرجه ديال الخارجيه التونسيه كيستغربوا، حتى واحد مستقبلو رسمي وبروتوكول رسمي، وكتقول لا راه لا بركه. خاصكم تعرفوا الاخوان المسؤولين او الرئيس التونسي محمد السادس ليس له ثمن، هو يقوم تراهنوا على الحوض المهرس، الحوض المهرس ما كيكونش فالاغي، وما عمرو ما يدخل البرومي، المصيره والمجزره، عمرو ما يدخل البرومي، تيقرب ويطيح، تيقرب يحس راسو الكل غيطيح طيحه خيبه، اللي غيتهرز من ربعات الرجلين، على اي كنقولوا كشعب كمجتمع مدني منطقة أنفر، خاصني كنصنصرو، وهذا اللي خلانا اليوم توجه المجتمع المدني لمنطقة أنفر اللي غير راضي، أو اللي الجهة الضربيستا اللي غير راضي. اليوم راه حنا توجهنا، عملنا واحد اللقاء بيان استنكاري توقيعات، اللي ان شاء الله نهار الخميس غنوضعوه في السفاره التونسيه، والخميس غنديروا انطلاقه لنا من مدينه الدار البيضاء، وغنمشيو باداء واحترام، وغنوضعوا رساله احتجاجيه، وغنرجعوا، وكنطلبوا من الشعب التونسي، حيت هو ندد ومازال كيندد، كنطلبوا منه يواكب التنديد ديالو.
كان يبقى فينا الحال لما واحد المنحة اللي كياخذ الشعب التونسي الان كتير، وكان نتمنى يعني اللي كان نزيد كان أكد عليه هو المؤتمر يعني الشعوب الإفريقية الرؤاس كيندو، وكيف شل ذاك المؤتمر ما كناش يخصو نشوف لأنه هذا مؤتمر يعني الدورات ديال السعود ديالو وعين بالمستقبل، وكان نقولوا لهم ما ترانوش على شي حاجة سميتها المغرب اللي هو كانت فيه استثمارات لصالح الشعوب. أنا كنقول ما يرانوش على المغرب العربي السادس، ما كاينش حاجة المغرب العربي السادس، راه ما تحلموش وما كيناش وما توهموش، المغرب عندهم أصدقاء. أشنو باش نوضحوا للمشاهدين شنو كتقصد بالمغرب السادس؟ إذا ما يمكنش تقول لي واحد جمهورية الوهم راه هي السادس في المغرب العربي، راه ما توهمش، هذا المغرب هذا راه حنا ما نقولش التمديد ديال المغرب فين كان، حنا كنقولوا حنا كنقولوا شوف الشعب التونسي الشقيق ديالنا، الشعب الجزائري خونا وجيراننا والشقيق ديالنا وديما خواه المحبة وما كاينش حاجة لا شك فيها. الشعب الموريتاني، الشعب الليبي، الشعب التونسي، الشعب الليبي، ما يمكنش نصبع فيهم ستة، ما يمكنش. يلا كنقول رسالة لأن التنديد ديال الرئيس التونسي، كنقول الرئيس التونسي كفى، طلب ما تسال، إذا كان على طلب ما تسال، طلب ما تسال، راه المغرب هذا، كتظن محمد السادس كيسوى 300 ولا 400 مليار ولا 500؟ هو لا مال الدنيا، راه رجل، رجل مواقف، وحنا في العالم العربي طالبين رجال المواقف، رجال المواقف، وهذه هي الرسالة اللي نقولوا. معك سعيدة كنوز، رئيسة جمعية كنوز المدينة من الطرب. بالنسبة لهذا الموقف هذا فهو موقف غير محمود، واللي كنقول أنا لهذا السيد الرئيس واللي ما كيستاهلش نقول له السيد الرئيس، لأن هذا الموقف العدائي اللي دار بينه وبين المغرب راه ما صالحش. لان نهار اللي يحتاج المغرب راه لقى غير المغرب اللي يبقى. سيدنا الله ينصره محمد السادس هو اول واحد امن ليه البلاد وبين على ان فيها الامان، ومشى سافر حتى لتونس وجا في شوارع تونس وبين للعالم كله ان تونس امنه، يعني غير السياحه تدخل كيف بغات. على ذكر هذه الزياره ديال سيدنا، ما كتشوفش ان من الصعب ان ملك بلاد او رئيس يخطر يخاطر بالحياه ديالو باش يبين دولة أخرى بأن دولة آمنة ما فيها لا إرهاب ما فيها، وكل ما تسمعون في الصحافة الدولية فهو إشاعات فقط. أش غنقول لك أخويا، حنا دم مغربي وسيدنا دم مغربي، ما يمكنش يكون بعيد على الدم المغربي، حنا الناس ديال التضحية من بكري من أيام محمد الخامس الله يرحمه، من أيام الحسن الثاني والدينا كيفاش ضحوا بروحهم على قبل البلاد ديالنا، وكذلك الملك ديالنا هو تونس الشقيقة، راه كنقول لها تونس الشقيقة راه أختنا، يعني ضحى بروحه وجال شوارع تونس باش يقول للعالم كله تونس راها امنه. هذا هو الدم المغربي وهذا هو الوفاء والصدقه. هذا السيد هذا قيس سعيد هذا راه ما عرفتش انا كيفاش بدا خدا الرئاسه، راه ما شتيش كيفاش حط بهذيك تونس، راه ذاك الشعب التونسي راه مسكين راه ما لاقي ما يدير، راه بدا بالعداله هي الاولى وبدا بصحاب القانون ديالو هما الاولين، عاد بدا تيكمل مع الصحاب اللي ما هما ماشي صحاب. المهم انا هذا العمل هذا ومع المغاربه كنا حنا ضد هذا العمل اللي قام به، وراه انت شتي الافتتاح ديال هذاك الاتحاد اللي المغرب هو اللي مأسسو، انه ما كانش في المستوى، وكانوا بعض الرؤساء اللي انسحبوا حتى انه فشل. وكنشكر انا الرئيس ديال السنغال تمام، كان موقف رجولي، الكلمه والموقف الرجولي اللي دار امام الملك. الله ينصر سيدنا والله يشفيه لينا، وحنا راه مغاربه وغادي نبقاو مغاربه، وحنا مع سيدنا في اي حاجه بقى، وحنا معاه في كل شيء، مضحيين دابا الان بوقتنا بوليداتنا بوحدهم في الدار، وخارجين باش نقولوا لا لهذا العمل. وما نساوش حتى الموقف ديال اليابان من خلال هذاك كان اخر خبر سمعته، حيت كنت هذا الاسبوع شويه عيانه ما سمعتش، وكان اخر خبر سمعت على ان اليابان، وسمعت واحد الكلمه قال لان الدعوه اللي عطات الناس اللي غادي يحضروا كيطبع فيها الياباني وكيطبع فيها التونسي، يعني السيد اللي جا ديال البوليزاريو هذاك راه جاب لا دعوه بلا والو، يعني غير تماما غير تماما كان هناك واحد ارتباك في الاستقبال، حتى ان الاعلام التونسي ما كانش في خباره بان غتكون زياره ديال بن مطوش لتونس من خلال وقوف الطائره الجزائريه الخاصه بالرئاسه الجزائريه،
وحتى انه معنوا عن الوفد الجزائري ولم يذكر وفد البوليزاريو. انه قرار انفرادي 100%. قرار انفرادي ديال الرئيس ديالهم، وانا ما عرفتش علاش التوانسه ساكتين، علاش باقيين ساكتين عليه؟ واش ما كيشوفوش بان المستقبل ديالهم ضاع في السياحه ولا في كل شيء؟ في كل شيء ما عرفتش علاش ساكتين هاد الناس هادو. كنتمنى الله ييسر امرهم للخير، وكنتمنى من الله ييسر امر سيدنا والله يشافيه لينا، وانا بغيت العالم كله يعرف احنا كنبغيوه وغنبقاو نبغيوه حتى نموت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.